السلام عليكم. وقف والي ولاية الجزائر العاصمة على مشروع طريق السيار اللي يربط منطقة عين الله ببلدية سحاولة على امتداد حوالي 10 كيلومترات، وهذا الطريق اللي يعرف يعني وتيرة إنجاز جد معتبرة. نعرف أنه في جسر عملاق جاي على خط منحني، ويعلم أن هذا المشروع نتاع الطريق هذا من إنجاز شركة كوسيدا الأشغال العمومية، هي التي تتكفل بالأشغال خاصة منها الأشغال نتاع المنشآت الفنية. إذا نخليكم تابعوا الفيديو في الموضوع، والسلام عليكم.